لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. لن تصدق وقت جنازة المهيبة، جنازة ريان رفع اليد اليمنى وسط حالة من الحزن الشديد وقت التشييع، ورفع يده اليمنى أحزن وصدم الجميع وصدم كل الملايين والجميع عليه بعد خبر الرحيل وقت تشييع الجثمان. حين رفع يده اليمنى كانت الصدمة عارمة، وودع جماهيره ومحبيه والعالم العربي بأكمله وقت تشييع. صدم كل من عرف هذا الخبر المبكي والصادم الذي هز الملايين من العرب. الرحيل ريان الطفل الصغير أحزن الجميع وأبكى الملايين، وطلبوا جميع الشارع المغربي الدعوات له بالرحمة والمغفرة، وكل من عرف هذا الخبر أحزن وصدم الجميع عليه والملايين. الطفل ريان الذي هز المشاعر حين سقط في البئر الذي عمقه 60 مترا وسقط في منطقة ضيقة من البير عمقها 32 مترا وسط صعوبات من رجال الأمن والأسعاف جميع الحفارين الذي حفروا وقت السقوط. صدم وأبكى الملايين وأحزن الجميع. الطفل ريان أحزن بقوة وطلب كل الجميع والده وأسرته الدعوات إلى الطفل الغالي ريان بالرحمة والمغفرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.